السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناة هورور بلاير. في هذا الفيديو سوف نقوم بشرح تركيب أحدث أوبشن فايل بآخر وأحدث الانتقالات الصيفية حتى شهر سبتمبر 2024 لباتش ارزاد باتش 2024 للعبة بيس 2017. وهذا الأوبشن فايل خاص لباتش ارزاد وليس الباتشات الأخرى، وأيضا لشهر سبتمبر 2024. ففي كل شهر نقوم بتحديث الانتقالات عندما يكون هناك سوق الانتقالات الصيفية، وكذلك إن شاء الله سوف نقوم أيضا برفع الانتقالات الشتوية عندما يتم فتح سوق الانتقالات الشتوية، لكن الانتقالات الصيفية تنتهي في شهر سبتمبر. لذلك هذا هو آخر أوبشن فايل لهذا الباتش ولكل الباتشات التي نقوم برفعها على القناة الخاصة بنا، لأن فترة الانتقالات تنتهي في هذا الشهر سبتمبر 2024 في بعض الدوريات. وهذا الأوبشن فايل بأحدث الانتقالات، مثل انتقال اللاعب ويليان إلى نادي أولمبياكوس، أيضا انتقال اللاعب جوليان ألفاريس إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، كذلك انتقال اللاعب ستيرلينج إلى نادي أرسنال الإنجليزي، وغيرها من الانتقالات الجديدة داخل هذا الأوبشن فايل. لكن قبل بداية الشرح لا تنسوا دعم القناة، أيضا إذا كنت مشترك في القناة فلا تنسى تفعيل زر جرس الإشعارات لكي تتوصلوا بأي جديد على هذه القناة. كذلك لا تنسوا دعم قناتنا الثانية على اليوتيوب، سوف تجدوا الرابط قناتنا الثانية أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو ديسكريبشن. الآن سوف نبدأ على بركة الله، تقمنا بالذهاب إلى هذه المدونة أو هذا الموقع الخاص بنا. سوف أترك لكم رابط الموقع أسفل الفيديو في صندوق الوصف والديسكريبشن. بعد النقر على الرابط يوجهكم لهذه الصفحة، تقمنا بالذهاب إلى الأسفل، سوف تجدون صورة خاصة بالموضوع وعنوان الموضوع، أيضا حجم ملف الأوبشن فايل 5 ميجا بايت، تاريخ إصدار الأوبشن فايل في 17 سبتمبر 2024 وليس الجديد، ملاحظة الأوبشن فايل متوافق مع إرزاد باتش الخاص ببيس 2017 كما ذكرت. أيضا هنا صور لبعض الانتقالات بعد إضافة الأوبشن فايل، مثل انتقال لاعب ستيرلينج كما ترون في أرسنال الإنجليزي، أيضا لوكاكو في نادي نابولي، وغيرها من الانتقالات، أيضا مثل انتقال لاعب جواو فيليكس إلى نادي تشيلسي الإنجليزي كما ترون، أيضا ألفارو موراتا، ديخيا، جوليان ألفاريس، كذلك اللاعب أولمو كما ترون في نادي برشلونة، أيضا بامبي، وغيرها من الانتقالات الجديدة داخل هذا الأوبشن فايل. أيضا هنا سوف تجدون الشرح أو الفيديو، وهنا رابط لتنزيل ملف الأوبشن فايل، فقط تقمنا بالنقر هنا ثم يوجهكم للصفحة الخاصة بتنزيل الملف، تقمنا بتخطي الرابط وتنزيل الملف، فأنا أقوم برفع الملف في العديد من السيرفرات حتى لا تواجهون أي مشكلة في تنزيل الملف. فعندما لا يشتغل معكم السيرفر الأول تقمنا بتجربة السيرفر الثاني، وكل رابط فيه سيرفر وكلهم شغالين بدون أي مشاكل. أي شخص واجه مشكلة في تنزيل الملف يمكنكم التواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك أو حسابي على الفيسبوك، وسوف أشرح لكم طريقة تنزيل الملف أو أرسل لكم رابط مباشر. بعد تنزيل ملف الأوبشن فايل يظهر معكم ملف على هذا الشكل، تقوم بفك الضغط عن الملف Extract To، ثم يظهر معكم ملف على هذا الشكل، تقوم بفتح الملف ثم هذا الملف، ثم تقوم بنسخ هذا الملف الخاص بالإيديت أو الأوبشن فايل كوبي، ثم تقوم بالذهاب إلى الدوكيمو، ثم إلى كونامي، ثم إلى ملف برو إيفوليوشن سوكر 2017، ثم ملف السيف، ثم تقوم بالنقر على كولي، ثم رومبلاس أو الموافقة على استبدال الملف. فأنا لدي باتش آخر، لذلك لا أريد تركيب الأوبشن فايل، لكن الأوبشن فايل شغال بدون أي مشاكل، والعديد من الأشخاص قاموا بتجربته واشتغل معهم بدون أي مشاكل. فقط يجب أن يكون لديكم باتش إرزاد حتى يشتغل معكم الأوبشن فايل. بعد ذلك تقومون فقط بفتح اللعبة، وسوف تجدون أحدث الانتقالات حتى شهر سبتمبر 2024 داخل اللعبة. هكذا قد انهينا الشرح. لما لدي تعليق أو استفسار ضعوا تعليقاتكم سفل الفيديو، سأرد لكم بأسرع وقت ممكن.
في الآخر لا تنسوا دعم حسابنا على الفيسبوك وقناتنا الثانية على اليوتيوب، سوف تجدون كل الروابط أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو الديسكريبشن. في الآخر لا تنسوا لايك وشير للفيديو، ودمتم في أمان الله. We'll be right back.